بسم الله الرحمن الرحيم. ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا، حبيبي وأخويا وأختي الفاضلة. حس إن إحنا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وزي ما بنقول كل مرة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما ندخل للإنادي على النبي عليه السلام وإحنا لسه على الباب بنخبط، بسألكم أخبرنا إيه مع بر الوالدين؟ يا ترى كنا بنقبل ايديهم الاسبوع اللي فات ولا نسينا؟ ولو كنا نسينا وانت قاعد دلوقتي وانت قاعدة دلوقتي، بقول بالله عليكم اللي جنب امه او ابوه او الاثنين، بوس ايديهم، بوس ايديهم عشان ربنا يكرمك، بوس ايديهم عشان ربنا يكرمك ان شاء الله يوفقك دنيا واخرة. عشان الام والاب لو رضيوا عنك ربنا هيرضى عنك، رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. واللي يعني ام وابوه ماتوا يعني يدعي لهم دلوقتي ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم. واللي كان مسافر ولا حاجة يعني ينوي ان شاء الله بعد الحلقة يتصل بيهم ويقول لهم والله انا اتمنى ان انا اعرف اقبل ايديكم دلوقتي. طب يا امي حطي ايدك على السماعه وانا هاقبل السماعه، معلش يعني هي مش دروشه بس يعني فعلا حسسهم كده بقيمتهم ومكانتهم. يعني انشكر لي ولوالديك. تعالوا بقى نخش الليلاد على حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم. دخلنا على النبي فلقيناه قاعد مع بعض الصحابه وبيعلمهم ادب جميل قوي قوي وخلق رفيع جدا من اخلاق الاسلام. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يا سلام، الحديث نفسه هو قمه في الاخلاق، لان النبي ما جاش قال انا بعثت عشان ابتدئ يعني ايه اؤلف الاخلاق او ان انا لا انا اللي هجيب الاخلاق وبس، قال اتمم. فلم ينكر جهد الأنبياء من قبلي، وإذا كان قمة الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا جاي عشان أتمم، هم دعوا إلى الأخلاق وأنا جاي أتمم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم اللي ربنا زكاه. قال وإنك لعلى خلق عظيم. قاعد النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة وبيقول لهم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، بيقول لهم أحب عباد الله أو أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله. وركزوا معايا بقى في الحديث العجيب دوت، حديث عملت مرة محاضرة بعنوان أبحث عن إنسان. فعلا الإنسانية كلها والأخلاق كلها والإسلام بجد الحقيقي العملي اللي هو الدين المعاملة هتلاقوه في الحديث دوت. بيقول أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد له أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن مشى ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كتم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه. خذوا بالكم، أشوف المعنى الجميل، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام يعني على الصراط. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قوانين أخلاقية عظيمة جدا، حطها الذرواز واعرف إن هي دي أخلاق الإسلام. يا ريت الحديث موجود في الطبراني في الكبير بإسناد حسن، واللي مش يعرف يوصل للطبراني يجيب صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، هيلاقي الحديث موجود في المجلد الأولاني برقم 176. رقم 176 ده رقم الحديث، هتلاقيه موجود في صحيح الجامع. صوروا الحديث ده يا جماعة واكتبوه وعلقوه في برواز وحطوه قدامكم في عربياتكم، في بيوتكم، في مكاتبكم، في شركاتكم، في أي مكان. قولوا هي دي أخلاق الإسلام وهي دي أخلاق المسلمين التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عشان كده عنوان الليلة دي أو عنوان درس الليلة دي النبي وإدخال السعادة على الآخرين، أو وإدخال السرور، أي معنى بقى أنت عايزه، يبقى إدخال السعادة على الآخرين. النبي عليه السلام هو كان أكثر واحد على وجه الأرض بيدخل السعادة على الناس من حوله.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا نشوف إزاي حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على أنه هو يحمل البشرى لكل من حوله. في يوم من الأيام أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها اللي وقفت مع النبي في ساعات المحنة الشديدة من بداية البعثة ومن قبل البعثة لحد ما ماتت رضي الله عنها وأرضاها بعد خروجها من شعب أبي طالب، وكانت يعني سنها كبر وتعبت جدا جدا وما تخلتش أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة، وقفت معاه في وش العاصفة وواجهت كل المتاعب والمصاعب من أجل ابتغاء مرضات الله، ثم من أجل حبيبها وزوجها ورسولها رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وتيجي قبل الموت، قبل موت أمنا خديجة، يجي جبريل عليه السلام، والحديث رواه مسلم، يجي ويروح للنبي عليه السلام ويقول له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يوم رايح النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما جت خديجه رضي الله عنها وارضاها يقول لها: يا خديجه، ان جبريل بيقرأ عليك السلام، والمولى عز وجل سبحانه وتعالى يقرأ عليك او يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فالنبي كان حريص جدا على انه يبشر امنا خديجه بهذه البشرى العظيمه الجميله. ولكم ان تتخيلوا يا نساء المسلمين ان واحده قبل موتها بأيام يجي لها السلام من ربها عز وجل فاطر السماوات والأرض، ويجي لها السلام من جبريل أمين الوحي وأمير الملائكة واللي بشرها بالبشرى دي سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتيجي البشرى الجميلة دي ببيت في القصب في الجنة من قصب. اشمعنى اللؤلؤ المجوف؟ قالوا اللؤلؤ المجوف هو نفس فكرة عازل الصوت، عازل الصوت إن الحاجة لما بتكون زجاج مجوف بيعزل الصوت، لذلك لما بيعملوا شبابيك في فيلا أو في أي مكان بيعملوا طبقتين إزاز وبينهم مفرغ من الهواء عشان يعزل الصوت. فقالوا لأن أمنا خديجة عمرها ما أحوجت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إن هو يرفع صوته عندما يطلب منها شيء، إن كانت زوجة مطيعة عمرها في حياتها ما خلفت النبي في أي شيء، فوفرت له الهدوء في بيته. فلما وفرت الهدوء ده كله لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم جالها بيت في الجنة، وكل بيوت الجنة هادية لكن مبالغة في الهدوء، يبقى البيت بتاعها كمان معزول عن الصوت، كله معمول من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. يجي في يوم من الأيام أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تتهم التهمة الشنيعة التي قالها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، واتهمها في عرضها وشرفها مع صفوان بن المعطر السلمي، وكان بيسمى هذا الموضوع يعني قصه الافك او حادثه الافك، وتفضل يفضل الوحي منقطع لمده شهر كامل لا يتنزل على النبي اي شيء، وهو عارف زوجته عائشه الطاهره النقيه التي نبتت في حقل الاسلام وسقيت بماء الوحي ومش قادر يقول حاجه لان ما فيش وحي نزل عليه. وفجاه لما راح النبي صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه في بيت ابيها ابي بكر وبدا يحصل حديث ما بينهم، الموضوع طويل هنتناوله ان شاء الله في درس من الدروس، وفجأة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سري عن النبي وقال: يا عائشة أبشري، فقد أنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات. فقالت أمها: قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله لا أحمد رسول الله، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. فكان النبي حريص جدا على أنه يحمل البشرة ديت لأمنا عائشة التي نزلت براءتها بعدما الآلام والأحزان كادت أن تفتت كبد أمنا عائشة، أن هي البريئة الطاهرة المطهرة، ورغم ذلك تتهم هذه التهمة وتنزل براءتها في 10 آيات من سورة النور تتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة بفضل الله، فتصبح براءة أمنا عائشة مسطرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما كعب بن مالك هو واثنين تاني من الصحابة تأخروا وتخلفوا عن غزو التبوك، وبعدين نزلت براءة المولى عز وجل وتوبة الله عز وجل على كعب بن مالك والاثنين التانيين اللي معاه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر كعب بن مالك، فلما دخل عليه كعب بن مالك بعدما علم أن الله عز وجل قد تاب عليه من فوق سبع سماوات، قال له النبي: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم من مر عليك
منذ ولدتك أمك. الله، كلمة جميلة قوي. الكلمة دي يا حبايبي نفسي أقولها النهاردة لبنت مسلمة تكون لسه ملبستش حجابها، وتقول كده في لحظة صفاء ونقاء: إن شاء الله من بكرة هلبس حجابي. أقول لها: أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وشاب ما كانش بيصلي فقال: والله يا شيخ إن شاء الله من النهاردة هصلي. فأقول له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. واحد كان وقع في ذنوب وعلاقات محرمة أو بيعمل أي حاجة غلط وقال: إن شاء الله توبة نصوحة من الليلة دي. نقول له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشر أصحابه صلى الله عليه وسلم بجنة الرحمن، وقال في الحديث الصحيح: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، لحد ما عدى العشر المبشرين بالجنة. وعلى فكرة لما تتبعت في من خلال بعض الكتب عندي كم واحد بشر بالجنة، لقيت إن النبي بشر 40 واحد بالجنة. 40 واحد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي في يوم من الأيام بشر أبا بكر الصديق بأن هو يوم القيامة مش هيخش الجنة وبس، لا، ده سينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. خدوا بالكم، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فأبو بكر الصديق قال له: يا رسول الله، ما على أحدهم من يعني من بد إذا دعي من أي باب، فهل يدعى واحد من أبواب الجنة الثمانية؟ يعني مش مهم إن إحنا ندعى من أنهي باب، لكن عموما هو في واحد ممكن يوم القيامة يدعى من أبواب الجنة الثمانية؟ قال: أجل، وأرجو أن تكون أنت هو يا أبا بكر. وفي رواية خارج الصحيحين قال: أجل وأنت هو. الله، أجل وأنت هو، أنت أبو بكر ستدعى من أبواب الجنة الثمانية. يا سلام، ومش كده وبس، ده بشرى بقى لكل أخت مسلمة فاضلة قاعدة قدامي دلوقتي، نفسك تبقي زي أبي بكر لما يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. حديث في غاية الرقة والروعة، هدية من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول كما عند ابن حبان بسند صحيح: إذا صلت المرأة خمسها، الصلوات الخمس، وصامت شهرها، شهر رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دعيت من أبواب الجنة الثمانية من أيها تدخل. الله أكبر. نعيد الحديث مرة ثانية، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دعيت من أبواب الجنة الثمانية من أيها تدخل. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو برضو اللي بشر أمته، الأمة كلها، بأن كل مسلم هيموت على التوحيد وعلى الإيمان هيدخل الجنة، حتى لو كان عنده ذنوب سيؤاخذ بها في النار ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لن يخلد موحد في النار أبدا، لا يمكن، ما دام مات على التوحيد والإيمان، حتى لو كان عنده بعض الذنوب أو المعاصي أو الكبائر وغير ذلك، يعني هو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، فإن لم يعف عنه وعذبه فمآله في النهاية أنه لازم يخش جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهو صلى الله عليه وسلم لقال في نفس المعنى ده: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللي يموت على لا إله إلا الله يدخل الجنة يقينا، حتى لو كان عنده بعض الذنوب والمعاصي يؤاخذ بها. وهو النبي عليه السلام اللي بشر بعض الصحابة بأن الجنة بتشتاق لهم، مش ان هم من اهل الجنه وبس، لا، ده الجنه مشتاقه لكم. قال صلى الله عليه واله وسلم: ان الجنه لا تشتاق الى ثلاثه، علي وعمار وبلال. وفي روايه: اشتاقت الجنه الى ثلاثه، علي وعمار وسلمان. اجمع بين الروايتين اربعه الجنه مشتاقه لهم: علي وعمار وبلال وسلمان. الله اكبر، الجنه هي اللي مشتاقه لهم. ولما ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام نزل القول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون،
حبس نفسه في بيته، لان هو كان هو اللي الخطيب بتاع النبي عليه السلام، وكان صوته بيبقى دايما عالي، فخاف ان يكون حبط عمله. فلما ارسل النبي اليه سعد بن معاذ قال: ما بك يا ثابت؟ قال: شر يا سعد، كنت ارفع صوتي على النبي فاخشى ان يكون قد حبط عمله وانا من اهل النار. فرجع سعد قال للنبي، فقال له النبي: ارجع فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. وفي النهاية والبشريات كثيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام يروح النبي ويخش على بلال ويبشره بأن هو لما دخل الجنة سمع صوت أقدام بلال قدامه في الجنة، فقال: حدثني بأرجى عمل عملته يا بلال، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى لي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر الله لي. يا سلام، يعني اتوضى راح مصلي ركعتين، جه بعد ساعتين ثلاثة انتقض وضوءه اتوضى صلى ركعتين، وهكذا أمر بسيط جدا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت قدميه أمامه في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، تعالوا نكمل البشريات الجميلة، تعالوا ندخل السعادة على كل الناس من حوالينا، ولكن بعد الفاصل. صلى الحبيبي. ويتجدد التواصل مع الأجيال. حتى المواطنة ما في إنه يعني كل شيء يقدم لك هو مجانا. مع رجل الأعمال صالح كامل. طفل وفي المدرسة الابتدائية كنت أبيع بليلة. في حوار شامل. عشان أوصل لمحاسب جيد. أيوة. يطبق النظام. نعم. هو لازم يكون غير فاسد. مع أبرز الشخصيات الإعلامية. نسمع فتاوى يعني أحيانا مضحكة. يتصدى لها إنسان قرأ كتاب أو كتابين. والاجتماعية. الطلاق المتحضر أن يتعامل الزوجان بتحضر في فترة الخلاف. والاقتصادية. ده قرار واخدينه 20 من رؤساء الدول العربية حتى بأن لم ينفذ. هذا خطر أمني أرجو أن تتنبه له الحكومات. السوق في هذه الأوقات على قناة اقرأ. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي، ربنا يبارك فيكم واجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. تعالوا ندخل السعادة والسرور على الآخرين. أي إنسان في الدنيا يقينا والله بيحب أي حد يحسن إليه، يتعامل معه باحترام، يتعامل معه بحب. تعالوا نشوفوا مثلا مثال بسيط. أب راجع من شغله دخل البيت، فهو داخل البيت كان ليه عنده 4 أولاد أو 5 أولاد، فدخل فلقى واحد مشغول بيلعب على الكمبيوتر، التاني عمال بيرسم حاجة، التالت بيذاكر، الرابع مش عارف بيعمل إيه. بص لقى الخامس أول ما شاف والده في عز انشغالاته دي كلها قام ورحب بوالده، قام وبس إيديه وسلم عليه الحمد لله على السلامة يا أبي، نورت بيتنا يا بابا يا أبي، وسعيد جدا وقام يقبل والده وفرحان جدا جدا. يا ترى الأب في الوقت ده ممكن يكون بيحب مين أكتر ولد، مع إنه الأصل إن هو يعدل، لكن قلبه هيروح لمين؟ قلبه هيروح للولد الجميل دوت اللماح اللي أول ما شاف والده جاي من بره من عناء الشغل وتعب الشغل قام عشان يرحب بوالده ويدخل السعادة والسرور على الأب. الأب لما بيشوف أولاده بيرحبوا بيه صدقوني والله يا جماعة بينسى كل شقاء وتعب وعناء ومشاكل في شغله أو غير ذلك. وده دور الأم بقى، الأم نفسها الذكية عارفة إن زوجها جاي الساعة كام يا حبيبي؟ جاي الساعة كذا، طيب قربت خلاص طالع على السلم، يلا يا حبايبي كله يسيب اللي في إيده، يلا كل واحد يحط عطر كده واستنى، واول ما يدخل الابي كلنا نخش عليه ونسلم عليه ونرحب بيه ونبوس ايديه. الاب يشعر ان كل التعب اللي هو فيه طول اليوم ده كله نسيه مع حسن الاستقبال. شوف قد ايه ادخال السعاده على الاخرين. في قصه توبه كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، مين اللي راح بشره اصلا؟ واحد من الصحابه.
كعب بن مالك قاعد كده على سطح بيته وعمال بيصلي وبيبكي وحزين جدا. 50 يوم يا جماعة الدنيا كلها مقطعة، والنبي طلب من الصحابة لحد يسلم عليه ولا حد يرد عليه ولا حد يكلمه ولا حد يتعامل معاه أصلا، ما هو ولا الاتنين التانيين يعني. فكان مسألة صعبة قوي، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني المسألة كانت صعبة جدا. وفي اليوم 50 يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، والنبي يبشر الصحابة بأن ربنا أنزل توبته على كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية. يوم واحد رايح لكعب بن مالك ومش مستني أن يوصل لحد بيته، قد إيه القلوب كانت جميلة ورائعة وفي غاية الحسن والجمال. مش واحد بقى بيكره الخير لأخوه، والتاني اللي بيحارب أخوه، والتالت اللي بيشهر بأخوه. شوف الحب اللي كان مال قلوب الناس. الراجل مش قادر يستنى لحد ما يوصل لبيت كعب بن مالك، واقف من بعيد على الجبل ويقول له يا كعب بن مالك أبشر. فبيقول كعب بن مالك أول ما سمعت كلمة أبشر فعلمت أن الله قد تاب علي، قال فخررت ساجدا لله. فلما جاني الراجل اللي قال لي أبشر بيقول والله ما كنت أملك من الدنيا إلا التوبين اللي كنت لابسهم، خلعتهم وديتهم له هدية ورحت استعرت توبين عشان ألبسهم وروح أقابل رسول الله. فلما رحت أقابل النبي ابتسم النبي في وجهي وقال يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فلما دخل كعب بن مالك على النبي عليه السلام بيقول، فالصحابة كانوا قاعدين حوالين النبي فبيقول فكانوا بيهنوه، بس بيقول فما قام لي واحد منهم إلا طلحة ابن عبيد الله. بيقول كعب بقى في نفسه فوالله ما أنساها أبدا لطلحة بن عبيد الله. في عز الكرب والخنقة والتعب النفسي اللي أنا كنت فيه 50 يوم، كدت إن أنا أموت خلاص مش قادر مش طايق نفسي، وطلحة بن عبيد الله قام وخدوا الحضن والتزموا وهناه بتوبة الله عز وجل عليه. بيقول عمري ما أنساها الكعب بن مالك. لما تكون في أزمة وناس كتيرة جدا شمتانة فيك وناس كتيرة جدا عمالة بتضغط عليك، لما أول واحد يبشرك بالبشرة بأن أنت ربنا أكرمك بحاجة جميلة بتوبة الله، عفوا مش هنعرف طبعا ذكر ربنا تابع لحد ولا لأ، لكن لو بشرك بأي خبر جميل في اللحظة دي أو ببراءتك من قضية معينة أو أي حاجة، عمرك ما بتنسى ابدا اللي جاي عشان يبشرك. شفت قد ايه؟ فبيقول فوالله لا انساها ابدا لطلحة بن عبيد الله. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك لو ان واحد قاعد دلوقتي وراح ماسك الموبايل بتاعه وراح كاتب رسالة جميلة قوي ورقيقة قوي، كتب لكل اخوانه اللي بيحبهم، او اخت كتبت لكل اخواتها اللي بتحبهم، وراح كاتب اني احبك في الله وانا الان والله في الثلث الاخير من الليل ادعو لك بكل خير في الدنيا والاخرة، اسأل الله ان يستجيب دعائي لك. تخيل حضرتك وانت قاعد الساعة 3 بالليل كده ولقيت رسالة جات على الموبايل، بتفتح لقيت اخ ليك بيقول لك والله انا بحبك في الله وانا دلوقتي قاعد في وقت اجابة الدعاء، الوقت الذي يتنزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، يقول هل من داع يدعوني فاجيبه، هل من سائل يسألني فاعطيه، هل واحد بيقول لك انا بدعي لك دلوقتي وانا بحبك في الله. تخيل حضرتك الرسالة دي لو بعتها لمئة واحد هتكلفك قد ايه؟ 30 جنيه. 30 جنيه تكسب بها قلوب 100 واحد يحبوك في الله ويحسوا قد ايه ان انت بتحبهم في الله، حاجات بسيطه جدا جدا. عايزك عشان تدخل السعاده على الاخرين عايزك تكون ذكي ولماح. شوف قد ايه النبي عليه السلام كان ده هو اسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام لما تزوج عبد الرحمن بن عوف فالنبي قابله، فلما قابله فبيقول له مهيم، يعني 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 حاجه زي ايه يعني التساؤل كده بسيط، هو ايه اللي حصل؟ مهيم هل تزوجت يا ابن عوف؟ لقاه لابس كده توب كده جميل يعني بيدل على انه عريس يعني زي ما بيقولوا. فبيقول له مهيم هل تزوجت يا ابن عوف؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال كم سقت لها؟ اديتها ايه شبكه؟ فقال سقت لها نواة من ذهب او مثل نواة من ذهب، خد بالك. فقال له صلى الله عليه واله وسلم أولم ولو بشاء وأطعم إخوانك. هو إيه اللي خلاه قال له مهيم؟ إيه اللي خلاه بيسأله عن كده؟ إنه لمح إنه لابس لبس جديد وحاطط عطر جميل قوي قوي، فلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لماح طبعا صلى الله عليه وآله وسلم، فأول ما شاف المنظر الجميل ده فعايز يقول له زي ما إحنا مثلا بنكون ماشيين في الشارع واحد قبلك ولابس لبس كده على سنجة 10 وما شاء الله ومسرح شعره وحاطط عطر ومظبط الدنيا، قلت له ما شاء الله إيه الجمال ده، عريس يا عم ما شاء الله، هو أنت رايح تتجوز؟
تاخدها معاه ولو على سبيل الدعابة. الكلمة دي بتشرح قلب اللي قدامك، بيحس فعلا ان هو متشيك قوي ومنظره جميل وملفت للنظر. لازم تكون لماح. رحت لواحد بيته، دخلت بيته، ما شاء الله بيته معمول بشكل جميل، حتى لو كان معمول بشكل متوسط تقول له ما شاء الله ده ذوق حضرتك الديكورات دي، ما شاء الله ذوقك في غاية الروعة، وتناسق الألوان الله أكبر عليك يا أخي، ما شاء الله عليك، أنت دايما كده طول عمرك يعني أبو الذوق كله، ما شاء الله. حلو قوي قوي القميص اللي انت لابسه ده، حلو قوي 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 الطقم الجميل اللي انت لابسه ده، ما شاء الله جميل جدا. دايما انت يعني فعلا بنتعلم الشياكه منك. الحاجات اللماحه الجميله دي، واحد حاطط عطر تقول الله جميل قوي العطر ده، ده اسمه ايه؟ يقول لك اسمه كذا، جايبه منين؟ ما شاء الله، يعني بجد انت فعلا دايما عندك ذكاء في اختيار انواع العطور. كلت عنده ما شاء الله، بعد ما اكلت من الادب ان انت تثني على الاكل وتثني على يعني تقول له ما شاء الله ربنا يبارك لك في زوجتك، اكيد اخت فاضله ما شاء الله عامله اكل زي الفل جميل، والله اتمنى كل الاخوات يتعلموا من زوجتك الاكل الجميل ده. الثناء على الناس، الثناء على الناس بما لا يتعدى او لا يتجاوز ويصل الى المدح المحرم، ان انا امدحه بما ليس فيه، انما يكون ثناء جميل. وتلك عاجل بشرى المؤمن. شفت واحد عفوا يعني كتب ادى محاضره جميله، اثنيت عليه خيرا، رفعت من روحه المعنويه عشان يقدم اكتر واكتر. ودي ما فيهاش لا رياء ولا نفاق، دي مساله ذوقيات مفقوده بيننا كمسلمين محتاجينها. لقيت واحد مثلا يعني عمل مثلا كتاب معين، الكتاب عجبك، ايه المشكله؟ يعني انا كنت اقرا مثلا كتاب لاحد مشايخنا الافاضل على طول، والله العظيم بعت له رساله مثلا، ده انا بدي مثال، جزاك الله خيرا على الكتاب الجميل القيم ده، انا لسه حالا كنت بقرا في هذا الكتاب، ربنا يجازيك عنا كل خير. بترفع من معنويات الانسان حتى ولو كانت على سبيل الدعابه. يعني اذكر مره كنت في زياره لاحدى المستشفيات، فطالع ازور مريض، فبعد ما زرناه كان معايا اخ واحنا رايحين نزور المريض، فاحنا نازلين راكبين الاسانسير، والاسانسير ليه سواق بيدوس على الزرار الاسانسير بينزل، فركبنا معاه، فاحنا نازلين بداعب سواق الاسانسير بقول له ما شاء الله حضرتك احلى سواق اسانسير ركبت معاه في حياتي. ليه بقى؟ سواقتك هاديه ما بتنزلش في مطبات كده، فاهم ازاي؟ فيعني الراجل طبعا فطس على روحه من الضحك، ولكن على سبيل الدعابه. تفتح نفسه الراجل قاعد في اسانسير عامل زي علبه السلمون، فطول النهار مخنوق، فلما تدعبه وتضحك معاه وتكون لماح وتثني عليه خيرا شيء جميل جدا. ركبت مع سواق تاكسي وسواقته جميلة وهادية وما بيشتمش حد وما بيسبش حد وما بيعملش إزعاج، وإنسان محترم، ولو حد أذى ما بيردش عليه، تثني عليه خيرا تقول له كلمة حلوة ما شاء الله. شفت زي ما قلت لحضرتك واحد عمل مشروع، عمل كتاب، لبسه، سيارته، تثني على الناس. قال صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. ما شاء الله، دخلت بيت واحد لقيت ابنه ما شاء الله دردشت معاه، حبيب قلبي حافظ أبي من القرآن، أحفظ 10 أجزاء، ما شاء الله، وكم حديث كذا كذا، أقول له ما شاء الله ما شاء الله ونعم التربية، والله جزاك الله خير يا فلان، والله فعلا أنت ربيت أولادك تربية جميلة، ربنا يا رب ينبتهم نباتا حسنا، ربنا يكرمك فيهم يا رب، ربنا يجعلهم يا رب معك في الفردوس الأعلى. وهكذا الثناء على الناس، أن أنت تكون لماح زي ما انت تحب ان الناس يكونوا لماحين بالنسبه لك. ولذلك انت لما بتستضيف ضيف عندك، هو انت اصلا بيتك في الايام العاديه زي بيتك لما بتستضيف واحد؟ طبعا لا يمكن يكون كده. يعني في لما بيجي ضيف طبعا اكيد بتظبط البيت تظبيطه معينه، وتحط زينه معينه، وتعمل وترش معطر للجو، وتنظف البيت، وتعمل اكل مخصوص، وربما تطلب له اكل من بره دليفري، ويمكن ويمكن ويمكن. ليه ده كله؟ علشان انك نفسك تسمع كلمه طيبه منه، وبتعمل ده احتساب حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى في إكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي نفس الوقت يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، إن فعلا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلابد إن احنا نتعلم بقى الحتة البسيطة الجميلة ديت. أخت شافت أخت تانية ما شاء الله عندها جهد في الدعوة، تثني عليها خيرا، إيه المشكلة؟ من بعض الناس ما بين افراط وتفريط، ما بين اما ان يقعدوا يمدحوا مدح محرم ويوصلوا الى درجه الاطراء، واما ان هم يعني يهضموا حق الناس اللي قدامهم ولا يثنوا عليه بكلمه واحده. خلينا في الوسط. اخت شافت اخت القت محاضره طيبه تقول لها لا فضة فوق، ما شاء الله ما شاء الله على سلاسل الذهب اللي طالعه منك، جزاك الله خيرا. الى الامام ان شاء الله، ربنا يوفقك يا رب ويستعملك في الدعوه ويفتح بيك القلوب يا رب العالمين. كلمات جميلة نفتح بها قلوب الناس بفضل الله. احمل الخير ولو كان يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم، بتصلى عليه، لا تحقرن من المعروف شيئا
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا سلام، من أعظم أسباب النجاة من كرب يوم القيامة إن إحنا نصنع المعروف ونفرج هموم إخواننا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، والحديث اللي فات أيضا عند مسلم، قال: من نفس، شوف كلمة نفس، يعني ممكن يكون واحد عنده كربة كبيرة قوي، أنا ما أقدرش أزيل الكربة دي كلها، واحد عليه 1,000,000 جنيه أنا ما أقدرش أديله 1,000,000 جنيه، لكن ممكن يعني لو متيسر أو الظروف عندي ممكن أديله 10,000 20,000، يبقى أنا كده نفست عنه كربة، ما فرقتش الكربة كلها لكن نفست عنه الكربة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، خدوا بالكم لو الجزاء من جنس العمل، ربنا نفس عنك 10 كرب من كرب الدنيا. قال لك لا، أصل كرب الدنيا دي ولا حاجة ولا تسوي أي حاجة بجوار كرب الآخرة. قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. واحد معسر ومعوش فلوس وانت سلفته، انت كده يسرت عليه، جه وقت اداء الدين اجلته مره تانية يتحسب لك كل يوم كانك تصدقت عليه بنص الدين اللي انت اديته له، جه وقت التاني وقلت له اجلتك مره تانية كانك بتتصدق عليه كل يوم بالدين كله، صدقه كله في ميزان حسناتك، جيت بعد فتره لقيته فعلا مستحق ومعوش فلوس خالص فاسقطت عنه الدين، لك اجر عظيم قوي 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 ان انت يوم القيامه تكون في ظل عرش الرحمن. شوف قد ايه، يبقى ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. اخوك غلط غلطه، صدر منه شيء، بدل ما تروح وعياذا بالله تقعد تشهر بيه يمين وشمال وتسب فيه وتلعن فيه وتسلط عليه وتقعد تعمل ومن تحت لتحت، ربنا يعافينا ويعافيك على اصحاب النفوس التعبانه، استر استر على اخيك، وان كان اخوك غلط غلطه انصحه فيما بينك وبينه، والمؤمن ستر لأخيه، ده النبي اللي بيقول كده: ومن ستر مسلما ستره الله، الله هو اللي هيسترك، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أذكر قصة عجيبة قوي، رجل ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين قولوا آمين، رجل أصيب بمرض السرطان وتعب جدا وهو غني جدا ما شاء الله، فمش عارف يعمل ايه، بذل كل اسباب العلاج وسافر اوروبا وسافر والمرض لسه في جسمه، فراح لاحد الدعاء قال له: ايه الحل؟ ايه المخرج من اللي انا فيه؟ قال له: المخرج على حسب ما قرات في حياتي اني داوا مرضاكم بالصدقه، ده المخرج الوحيد اللي انا شايفه بعد الدعاء واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. قال له: خلاص فعلا اتصدق على اسره فقيره. بعت واحد سكرتير بتاعه قال له: روح لاي اسره تكون فقيره معدمه وقول لهم كل احتياجاتكم عندي وادي الفلوس واحنا ليك. وراح الرجل ده لقى اسره معدمه يعني مش لاقيين حاجه خالص، جدد لهم عفش البيت، جاب لهم كل احتياجاتهم وعمل لهم مصروف شهري وقال لهم: كل اللي انتم محتاجينه الفلان الفلاني تحت امركم. الست الكبيره ام الاولاد اليتامى دولت قعدت تدعي له دعاء: يا رب يكرمه، يا رب يفرج همه، يا رب يا رب. الكلام ده كان وقت صلاه العصر، فرجع الراجل اللي هو السكرتير بتاع الراجل الغني ده، رجع للراجل الغني بعد العصر بحوالي ساعة، فلقاه ما شاء الله واقف يعني ما شاء الله الصحة باين على وشه كده ومعافى ومبسوط قوي قوي، فبيقول له: مالك يا سيدي؟ فقال له: سبحان الله، حاسس كأن العافية دبت في جسمي، حاسس إن صحتي بقت زي الفل، حاسس إن ما عنديش حاجة خالص. فقال له: طب نروح نعمل كشف وكده وتحاليل. راح عمل كشف وأشعات وتحاليل، لقى ما فيش سرطان في جسمه. فسأل الرجل ده قال له: الست اللي انت رحت لها ام الايتام دولت دعيت لي قالت حاجه؟ قال له: اه قالت كذا كذا. قال له: امتى بالظبط؟ قال له: في وقت صلاه العصر. قال له: فعلا انا حسيت ان العافيه دبت في جسمي في نفس الوقت، صنائع المعروف، تقي مصارع السوء، داووا مرضاكم بالصدقه. قبل ما نروح يمين وشمال وهنا وهنا، والله العظيم يا جماعه اللي عنده مريض او اللي هو نفسه مريض، رقم واحد الجأ الى الله سبحانه وتعالى، ادعي وقول: يا رب اشفيني يا رب. والحاجة التانية: داووا مرضاكم بالصدقة، وتأكدوا إن شاء الله هيكون فيها أسباب كبيرة جدا للشفاء بفضل الله. من ضمن الأشياء اللي ندخل بها السعادة على الآخرين البسمة، البسمة الحلوة اللي مش هتكلفنا ولا حاجة. مشكلتنا الكبيرة يا جماعة إني عايز أقول حاجة، يعني إن في ناس كتيرة بخيلة أوي بالبسمة للأسف الشديد. في واحد توصلي خارج من بيته سامحوني يعني ضارب ال 111 مكشر كده وفي 3 علامات في قرطه، وفي واحد بيعتبر ال 111 دول تسيب
لازم يكون ضارب 11111، واخد بال حضرتك؟ مع ان علماء الطب بقى طبعا، وفي علماء طب قاعدين قدامي هو ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، يقول لك ايه؟ يقول لك ان المسلم او اي انسان عموما ساعه ما بيبتسم ما بيشتغلش في وشه غير عضلتين فقط اللي هم دولت، بيرسموا البسمه على وشه، واخد بالك؟ وساعه لما يعوز يكعبلها بقى ويكشر بيحتاج انه يشغل 14 عضله. يعني انت لما بتبتسم ما بتجهدش وشك، بتشغل عضلتين فقط للبسمه، ولما تعوز تكعبلها وتخليها 111 بتضطر تشغل 14 عضله في وشك. عشان كده تلاقي المبتسم دايما على وشه نضاره حتى لو كان عنده 80 سنه، وتلاقي المكشر تلاقي وشه يعني مكرمش حتى لو كان عنده 30 سنه. شوف قد ايه. ولذلك حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. الله، اللهم لك الحمد يا رب. يعني الواحد دلوقتي هو بيبتسم في وش الملايين من المسلمين اللي قاعدين قدامنا دلوقتي، بل وغير المسلمين، يعني قد ايه بقى ملايين صدقات، مش ليا لوحدي بقى، ليا والمخرج والقائمين على القناه والمصورين الافاضل اللي قاعدين قدامي دلوقتي اللي بينقل لكم البسمه، الكل مشارك في هذه البسمه وكله في ميزان حسناتنا اجمعين. ربنا يجمعنا واياكم على الخير يا رب العالمين. شاب مرة بيحكي لي قبل ما نخش على الفاصل كده، بيحكي لي مرة بيقول لي أنا التزمت بسبب بسمة، خارج من بيتي كان عندي مشكلة، لقيت أخ ما شاء الله وشه جميل كده وبشوش ومبتسم سلم عليا، فما صدقت اتشعلقت فيه، أنت مين اسمك إيه رايح فين؟ رايح المسجد. قال رحت معاه من حب فيه وبسمته التزمت بفضل الله. تعالوا نكمل إزاي ندخل السعادة على الآخرين، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل واحنا في انتظار ايميلاتكم واتصالاتكم ان شاء الله بعد الفاصل اللي جاي على طول. ربنا يجمعنا واياكم على خير دايما يا رب العالمين. تعالوا نكمل ازاي ندخل السعادة على الاخرين. تهادوا تحب الله، حديث النبي عليه السلام عند البخاري في الادب المفرد باسناد حسن، وعند ابن ابي يعلى ايضا باسناد حسن، ان النبي عليه السلام قال كلمه او حديث من كلمتين، الكلمه الاولى تمثل العمل والكلمه الثانيه تمثل الثمره. تهادوا ادي العمل، تحابوا ادي الثمره. الهديه فعلا بتستقطب بها قلوب الناس. لو دخل عليك واحد النهارده وجايب كيس حلويات بسيط جدا مش مكلفه 5 جنيه، ودخل عليك السلام عليكم ازيك يا فلان ازي حضرتك عامل ايه، دي حاجه بسيطه للاولاد ربنا يبارك لك فيهم، تحس ان الراجل ده داخل بيتك وهو سعيد قوي قوي وحريص جدا ان هو يسعد اولادك. احساسك بان الراجل دوت نفسه يدخل السعاده على اولادك بيسعدك انت شخصيا ويخليك تحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا نصيحتي لاخواني واخواتي لما نعوز نهادي حد هديه، يا ريت نحرص ان احنا نديله هديه تبقى فتره طويله، علشان كل لما يشوف الهدية ديت يتذكر حضرتك أو تتذكر حضرتك، علشان يفضل على طول الحب دايما قائم ما بيننا. يعني مثلا رحت تزور واحد هات له ساعة حائط، كل ما يبص في الساعة يفتكر حضرتك. هات له منبه يقومه لصلاة الفجر، كل ما يقوم يصلي الفجر يبقى في ميزانك ويفتكرك. هات له سجادة مصليا، واخد بالك؟ هات له توب جديد يلبسه، هات له ساعة يد، هات له موبايل، ادي له مكيف، مجموعة كتب هدية، اي حاجه تبقى وتشيل ذكرى جميله في قلب هذا الانسان كل ما الهديه. ولذلك بعض الناس لما يجي مثلا يدي الواحد مثلا حاجه هديه ويروح يزوره بعد سنه، يوم يجي دوت وانت ناسي خالص، يقول لك فاكر القلم اللي انت اديته لي ده؟ من ساعتها انا محتفظ بيه، وده من اغلى الهدايا اللي انا يعني اللي انا بحبها ومحتفظ بيها وليها مكانه كبيره قوي في قلبي. سبحان الله، ادخال السعاده والسرور على الناس. من اولى الناس يا جماعه اللي احنا محتاجين ندخل السعاده عليهم الاب والام. نسمع كلامهم في غير معصيه الله سبحانه وتعالى. نتودد اليهم. نقبل ايد الام والاب. نشوف احتياجاتهم، نراعي مشاعرهم، نحاول بقدر الامكان ان احنا نسعدهم باي طريقه، واللي ما بس ايد امه او ابوه في اول الحلقه يبوسها دلوقتي، واللي بس يبوس تاني ايه المشكله؟ ربنا يكرمكم والله العظيم هتلاقوا اولادكم فيما بعد هم اللي بيبوسوا ايديكم وهم اللي بيقدروا التضحيات اللي انتم عملتوها عشانهم. اذكر قصتين في عجاله سريعه كده. شاب لما كنا في امريكا، شاب يهودي كان اسلم، فلما اسلم
جه المركز الاسلامي فاحد المشايخ بيساله بيقول له حضرتك كنت ديانتك ايه؟ قال له كنت يهودي. قال له والاب والام؟ قال له برضه يهود ومتزمتين جدا. قال له طب ما تجيبهم لنا يمكن ربنا يفتح قلوبهم يعني للاسلام. قال له ابويا مسافر، امي ممكن تيجي. قال له طيب. جت الام تاني يوم لابسه خمار، يعني مش خمار يعني اشارة بطول كده. فساله قال له هي امك اسلمت؟ قال له لا ما اسلمتش. قال له ما لابسه الاشارة ده ليه؟ قال له لان هي قالت ان انا استحي ان انا اقف قدام الشيخ وانا شعري عريان. يبقى من باب اولى المسلمه تستحي من الله ان هي تخرج في الشارع وشعرها عريان. الشاهد في الموضوع، فالشيخ بيسالها بيقول لها هو انت زعلانه ان ابنك اسلم؟ قالت له بالعكس انا فرحانه جدا. قال لها ليه؟ خدوا بالكم بقى نقل المشاعر والاحاسيس الجميله بتاعه الملتزم او اللي كان مش مسلم وبقى مسلم لما ينقلها لاسرته، هي دي من اعظم اسباب هدايتهم. فقال له قالت له لان ابني دوت كان على طول بيضربني ويشتمني وما بيسمعش كلامي وما بيصرفش عليا وكان يعني مبهدلني. ففجاه لقيته داخل البيت بيبوس ايديا وبيبوس راسي وبيقول لي سامحيني يا امي، عمري ما هاذيك، عمري ما هزعلك، انا تحت امرك، عمري في حياتي ما هعمل حاجه تضايقك بعد كده، خير يا ابني ايه اللي حصل؟ قال لها انا اسلمت. قالت له هو الدين ده بيامرك بالاخلاق ديت؟ قال لها ايوه. قالت له طيب يا ابني خليك على الدين ده. وده بيفكرني بواحد تاني برضه شاب كان عايش حياته كلها على الخمر، قابلوه شباب طيبين بالبسمه الحانيه والعطر والمعامله الطيبه، بيكلموه طب تيجي نخش جنه الدنيا فين؟ قالوا له في بيت ربنا، نصلي المغرب ونحضر درس ونصلي العشاء وانت بعد كده براحتك. قال لهم طب اروح البيت اغير لبسي. راح البيت كان دايما اول ما يخش البيت يخش يسب ويلعن ويشتم ويخبط ويضرب، يعني كان ثوره وداخل البيت. فاول ما دخل البيت خبط الباب على الباب كده باسلوب جميل قوي، فتحت امه فابتسم في وشها وقال لها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قالت له خير يا ابني الشر بره بعيد، انت عيان؟ قال لها لا يا امي انا كنت عيان وخفيت الحمد لله رب العالمين. خير يا ابني؟ لا الحمد لله ربنا هداني. قالت له يا ابني ربنا يكرمك ويتم لك على خير. دخل جوه اغتسل وغير لبسه وتوضى وراح المسجد. يقسم الشيخ بان هذا الشاب صلى معه المغرب ومع اول سجده سجدها لله فاضت روحه الى بارئها جل وعلا، البسمه والمعامله الطيبه. يبقى اذا اول حاجه ندخل السعاده والسرور على الوالدين، وعلى مين تاني؟ وعلى زوجتك. زوجتك حبيبتك تداعبها، تعاملها معامله طيبه، تحسن اليها، تتبسم في وشها، لما تخش تلقى عليها السلام، تخرج معاها في نزهه ولو اسبوعيه او حتى كل اسبوعين، تخليها تفك عن نفسها. ده المكن اللي معمول من حديد وبيتعب، فما ظنك بإنسانة ليل ونهار قاعدة تنظف للأولاد وتأكلهم وتشربهم وتحميهم وتنيمهم وتصحيهم وتذاكر لهم وتعمل، إنسانة محتاجة إنها تفك عن نفسها شوية. وما كانش زوجها يكون سبب إن هي تفك عن نفسها، هتفك مع مين؟ فنحسن معاملة الزوجة، لأن دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ندخل السعادة على مين؟ على أولادنا. على أولادنا. بحزن جدا لما ألاقي أطفال أول ما يسمعوا صوت أبوهم يجروا يستخبوا اللي تحت السرير واللي فوق الدولاب واللي في النمليه واللي في، ليه؟ ده الاب ده المفروض الاطفال يسعدوا ويفرحوا قوي قوي، وحتى يعني الاولاد عندنا في مصر اول ما يشوفوا يقولوا بابا جه يلا نسقف ونقول ايه مش عارف، والحاجات اللي بيقولها الاطفال ليه؟ فرحتهم بان اب حنين جميل جاي من بره لا يمكن ينسى اسباب السعاده اللي بتدخل الفرحه على قلب الاطفال، داخل عليهم جبت لكم ايه؟ جبت لنا كذا؟ لا جبت لنا كذا، يطلع لهم شوكولاته وملبس وبونبوني والبان ومش عارف ايه وحاجات زي كده ويفرح اولاده. لازم تكون مصدر سعاده وفرحه على اولادك، اوعى في يوم من الايام تكون مصدر رعب لاولادك وتتعامل معاهم من باب اذبح القطه من اولها، ما ينفعش، دول اولادك حبايبك، ما كنتش انت اللي تحن عليهم مين اللي يحن عليهم؟ ندخل السعاده على مين كمان؟ ندخل السعاده على ارحمنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره، يعني يمد له في عمره، فليصل رحمه. تدخل السعاده عليهم بايه؟ بالسؤال عنهم ولو بالتليفون، بمسجات بسيطه جميله، بانك تروح لهم زياره وتاخد لهم هديه بسيطه، كل ده من اسباب زياده الرزق ورب الكعبه بنص قول النبي صلى الله عليه واله وسلم. سبحان الله. فلازم تحاول بقدر الامكان ان انت تدخل عليهم السعاده. شوف الحديث من سره ان يبسط له، يتوسع له في رزقه، وان ينسى يعني يؤجل يعني يطول في عمره، فليصل رحمه. ازاي يطول عمره؟ ده العمر ده مقدر، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. قال لك العلماء قالوا حته حلوه قوي، قالوا في نوعين من القضاء، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم هو ما كان في علم الله، اللي هو ايه؟ اللي هو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، اللي في ام الكتاب لا يتغير، اما الذي في علم الملك فيتغير، لان كان المولى عز وجل يقول للملك فلان ابن فلان عمره 60 سنه فلو وصل رحمه
يبقى عمره 70، ولو لم يصل فعمره 60، والله يعلم مسبقا إذا كان الإنسان ده سيصل رحمه أم لا يصل. هو ده بيسموه القضاء المبرم والقضاء المعلق. وده بيفكرني بقى بالشاب أو الراجل اللي كان بيقول لصاحبه، بيقول له هو إيه الفرق بين القضاء والقدر والمصيبة؟ أفرق ما بينهم إزاي؟ قال له يا سيدي هديك مثال بسيط خالص. لو إن مثلا حماتي ماشية في الشارع، فهي ماشية لقت حفرة، فهنا في قدر ان ربنا قدر انها تقع في الحفره. قال له اه. طب والقضاء؟ قال له القضاء انها تقع في الحفره. قال له المصيبه؟ قال له المصيبه لو طلعت تاني. واخد بال حضرتك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فشايف الموضوع، احنا ندخل السعاده على الارحام بالزياره والسؤال والهديه. ندخل السعاده على مين تاني يا حبايب قلبي؟ على الجيران. ما شاء الله، جارك طبخت طبخه او زوجتك طبخت طبخه، ايه المانع تبعت ابنك بحاجه من الطبخه دي للجار؟ جبتوا فاكهه، جبتوا حاجه حلوه، ودي لهم، ايه المشكله؟ سمعت خبر حلو يسعد قلوبهم ويفرحهم، وصلهم الخبر الحلو دوت. سمعت ان ابن من اولادهم راجع من سفر واتصل عليك وقال لك بشرهم، رحت تبشرهم، انقل لهم الاخبار الساره السعيده الجميله. فاهم ازاي؟ عرفت ان واحد من قرايبهم نجح، روح قول لهم واحد من قرايبهم ربنا نجاه من حادث، روح بشرهم، وهكذا. انقل البشرى لكل من حواليك، خليك حريص جدا ان انت تكون اكتر واحد ينقل البشريات للناس من حواليك. الاصدقاء، عرفت ان صاحبك في الكليه او صاحبتك في الجامعه نجح وجاب تقدير، احرص على ان انت تكون اول واحد يتصل، يا فلان الف مليون مبروك حبيب قلبي، ده انت نجحت وجبت تقدير امتياز، ما شاء الله، والله العظيم فرحت لك، حاجه تفرح، حاجه جميله قوي قوي. ده سيدنا عمر بن الخطاب لما مر هو والنبي وابو بكر، ومروا على دار عبد الله بن مسعود، وبعدين سمع النبي عليه السلام بيقول من سره ان يقرا القران غضا طريقا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. ثم انتهى عبد الله بن مسعود من صلاته وجلس يدعو، فالنبي قال سل تعطى، اي دعاء ستدعو به الان مستجاب. فقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. يوم سيدنا عمر حريص جدا، لازم أنا أبشره، أنا النهاردة لازم أسبق أبا بكر. بيقول فلما انصرفنا من صلاة الصبح ذهبت لأبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي، فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائي. شوف قد إيه حبهم الخير لبعض، نفسي يوصل له البشرة الجميلة دي. ندخل السعادة على مين كمان يا جماعة؟ على الخدم، الناس الغلابة اللي فرغوا وقتهم عشان يشتغلوا عندي وعندك 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 وما عندهمش أي مصدر رزق، ليه نزل فيهم؟ ليه نتعامل معهم معاملة سيئة؟ ليه ما نبتسمش في وشهم؟ ليه ما نتعاملش معهم معاملة آدمية؟ ما في، يبقى في حسن معاملة، ما فيش احتقار، ما نكلفهمش ما لا يطيقون. إيه المانع كمان احنا نقدم لهم بعض الهدايا التي لا تكلفنا أي شيء؟ عامل شغال عندك او خدامه او خادمه عفوا شغال عندك، بعد ما خلصت شغلها الشهر مرتبها كام؟ 500 جنيه، 700 جنيه، وهي ماشيه طيب 700 جنيه هم ودول 50 جنيه، هاتي شويه بونبوني وشوكولاتات لاولادك، ربنا يبارك لك فيهم يا رب، دخلوا السعاده عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ندخل السعاده على مين؟ على الفقراء، الفقراء المساكين اللي قلوبها مكسورة من الفقر والحرمان، دخل عليهم السعادة يا جماعة، والله العظيم أقل حاجة بتفرح قلوبهم وبتسعدهم وبتخليهم حاسين إن الدنيا كلها خير بفضل الله سبحانه وتعالى. أذكر في سنة من السنين كنت في عمرة، ولما رجعت واحد من حبايبنا اللي ربنا موسع عليهم قال لي شيخ محمود استأذنك رغم أني عارف إن وقتك مش فاضي، هبعت لك 100 بطانية، وكنا على دخلة الشتاء أو كنا في عز الشتاء كمان، هبعت لك 100 بطانية ممكن توزعهم؟ قلت له رغم إني مش فاضي لكن لازم أوزعهم وهوزعهم بنفسي. والله العظيم يا جماعة بقيت أدخل على الناس عيني اللي ساكتين في عشش وأخبط على الباب والبطاطين بعبيها شوية شوية كده في عربيتي، وأخد البطانية السلام عليكم يا حاج إزاي حضرتك؟ عليكم السلام يا ابني. راجل كبير في السن عنده 70 سنة، اتفضل يا حاج بطانية واحد بعتها لكم هدية. والله العظيم يا جماعة كنت ألاقي الدموع نزلت على خدي، يقول ربنا يكرمك يا ابني، والله يا ابني قاعدين جوه هنموت من البرد، ربنا يبارك فيك يا ابني. أقول له ادعي له هو يا حاج، يقول لي أدعي لك وأدعي له يا ابني، ربنا يبارك فيك ويجازيكم عنا كل خير. شوف قد إيه فرحة، والبطانية تساوي إيه؟ 30 جنيه 40 جنيه سبحان الله، حاجة بسيطة قوي قوي قوي. أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم.
شوف قد ايه النبي كان بيدخل السعادة على أهل الصف الفقراء السبعين اللي كان بضيافهم في المسجد عنده صلى الله عليه وسلم، ما يجيلوش أي حاجة لما لازم يديلهم ويبعت لهم صلى الله عليه وآله وسلم. شفت قد ايه كان بيتعامل مع زاهر الرجل البسيط الدميم الخلقة ويخش عليه ويغميه من وراه ويقول له، الرجل بيقول واقف بيقول من يشتري هذا الثوب، واقف بيبيع في السوق، يوم النبي يغميه من عينيه ويقول ومن يشتري هذا العبد، فحس ان النبي هو اللي ماسكه في الظهر وقال له اذا تجدني كاسدا، يعني انا اللي زي ما يسويش حاجه. قال له غير انك عند الله لست بكاسد، وفي روايه بل انت غال عند الله سبحانه وتعالى. اخوي وحبيبي، بعض الشباب عملوا حاجه جميله، شافوا الكنسين اللي في الشوارع والناس الفقراء اللي مش لاقيين، فبداوا يحسوا ان هم عايزين يدخلوا عليهم السعاده. طب يعملوا ايه؟ ممكن يديله قرشين يروح يجيب بقى اي حاجه، اي نعم هتبقى حاجه جميله، لكن قالوا ندواهم حاجه ما شافوهاش قبل كده. خدوهم في عربياتهم ودخلوهم مطاعم فخمه جدا واكلوهم احلى اكل عمرهم ما شافوه ولا سمعوا عنه، ودخلوا عليهم السعاده. شيء جميل قوي قوي، وحضرتك واقف في محطه بنزين بتملى بنزين العربيه بتاعتك، بتسال الشاب اللي بيملى لك البنزين، وممكن يكون شاب جامعي حاجته الضروره ان هو يشتغل في بنزينه، فبتساله كام يعني البنزين بكام؟ فبيقول لك مثلا ب 58 جنيه، اديله 60 جنيه وابتسم في وشه قول له جزاك الله خيرا، ربنا يعينك على الخير. لقيت كان ناس في الشارع تبسم في وشه واديله هديه او تعامل معاه معامله طيبه قول له ربنا يبارك فيك ويجازيك عنا كل خير. عديت على عسكري في اشاره مرور قول له ربنا يعينك على العمل الشاق ده، ربنا يجازيك عنا كل خير. عديت على بائع متجول اديله حقه وما تفاصلش معاه وادعي له ربنا يكرمك. فاضل بس نقطه واحده ان شاء الله ولا بعد الفاصل في بدايته مع ادخال السعاده على المذنبين. يعني حتى المذنب لازم ندخل عليه السعادة. ربنا يا رب يدخل علينا وعليكم السعادة ويسعد قلوبكم دنيا وآخرة. تعالوا نكمل موضوعنا ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في انتظار ايميلاتكم واتصالاتكم ان شاء الله بعد 3 دقائق بالظبط ان شاء الله، وهنقرأ ايميلاتكم ان شاء الله على الهواء مباشرة الان. وعايز اقول ان شاء الله الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى بتبقى يعني بتبث على الهواء مباشرة على موقع اقرأ www.اقرأ.com، وده بالاضافة للموقع القديم. وبكرة إن شاء الله تلاقي الحلقات كلها موجودة على موقع اقرأ، وعلى والنهاردة تلاقيها بالليل إن شاء الله على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، وربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما يا رب العالمين. تعالوا نشوف آخر حاجة، إدخال السعادة والسرور على حتى المذنبين. سبحان الله، في يوم من الأيام لما في أحداث بني قريظة، لما النبي حب إن هو يخلص حساباته مع بني قريظة، يوم بني قريظة اللي هم خانوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق اللي هي الأحزاب، فأرسل إليهم أبا لبابة ابن عبد المنذر، فلما ذهب إليهم فاستشاروه، ها إيه رأيك ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل، وأشار إلى حلقي، عايز أقول لهم إنه الذبح هيذبحكم. فأحس أبو لبابة من نفسه من غير ما حد يقول له، حس إن هو خان الله ورسوله، رجع على مسجد النبي عليه السلام، ودخل على طول على سارية عمود من أعمدة المسجد وراح رابط نفسه فيه وقال والله لا يفكوني أو لا يحلوني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه السلام لما قالوا له على الموضوع قال دعوه، سيبوه زي ما هو كده مربوط حتى يتوب الله عز وجل عليه. فلما نزلت توبة الله عز وجل على أبي لبابة، أم سلمة كان النبي عليه السلام في بيتها في اليوم دوت، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكون هي التي تبشر أبا لبابة بتوبة الله عز وجل عليه، فبشرته من وراء حجاب رضي الله عنها وأرضاها. في قصة الرجل اللي قتل 99 نفس وأراد أن يتوب، ولما راح قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل عابد، والعابد قد يعبد الله عز وجل لكن على جهل. فلما سأله قال له هل لي من توبة؟ قال له عملت إيه؟ قال له قتلت 99 نفس. قال له ليس لك توبة. فأما قتله راح مكمل بين 100، ما هي زي ما بيقولوا كده إيه، طالما خربانة. فأما قتله كمل بين 100، وبعدين برضه الراجل نفسه يتوب، قال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعلم اهل الارض، فذهب اليه، قال هل لي من توبه؟ قال ماذا صنعت؟ قال قتلت 100 نفس. قال ومن يحول بينك وبين التوبه؟ ان للتوبه بابا لا يغلق ابدا حتى تطلع الشمس من مغربها، ولكن اخرج من ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. اذا فادخال البشرى والسعاده والسرور اخويا وحبيبي واختي الفاضله من النهاردة ومن دلوقتي،
أي خبر حلو تسمعه عن جار ليه، عن أي حد من حبايبكم، من أصدقائكم، من زمايلكم، من جيرانكم، من أي حد، خليك حريص إن أنت تكون أول واحد يسعى لتوصيل الخبر الجميل دوت. حاول تبحث عن أي حاجة تدخل السعادة على الآخرين من خلال الهدية، من خلال البسمة الحانية، المعاملة الطيبة، من خلال بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار، إكرام الضيف، اللمحة الجميلة تكون لماح وتصني على الناس يعني الثناء الجميل الطيب بالأخلاق الحلوة اللي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الموضوع في غاية الأهمية، وأتمنى بجد إن احنا نسعى من الليلادي إن احنا ندخل السعادة والسرور على الآخرين. ومن ضمن الأشياء التي تدخل السعادة على قلبي أنا شخصيا إن احنا نتواعد من الآن إن شاء الله، إن ربنا قدر لنا الشفاعة يوم القيامة، اللي ربنا سبحانه وتعالى يأذن له بالشفاعة يشفع علينا ونشفع عليه ونشفع لبعض عشان ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله. نقرأ بعض الإيميلات. أخت سارة بتقول: ادعوا لأخي فهو عن قريب سيجري للثلاث عمليات جراحية، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وشفاء لا يغادر سقما. الأخت كوثر من أسبانيا بتقول: كيف أتحلى بالصبر على مساعدة الآخرين؟ إخلاص النية إن أنا بعمل العمل لله، مش زي ما الناس بتقول بقى اعمل الخير وارمي البحر. احنا ما بنرميش البحر، نعمل خير ونحتسب عند الله. ان كان الانسان دوت يستحق الخير فبها ونعمه عين، وان لم يكن يستحق الخير فالاجر واصل لنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخت ليلى من اسبانيا بتقول: ادعوا لي بالذريه الصالحه، اسال الله عز وجل ان يرزقك ويرزق كل من حرم من الذريه بالذريه الصالحه. حمزه من المغرب بيقول: عايزين حلقه عن الشباب المسلم، تكلمنا فيها عن الشهوات وكده وكيف مقاومتها. احنا تكلمنا حاجه في الموضوع دوت أظن في دروس بتاعة المصارع، ممكن تلاقوها إن شاء الله على موقع قناة إقرأ. شيخ محمود إحنا بنحبك في الله ونتابع كل برنامج كل أسبوع، أنا عملت ذنوب كثيرة في حياتي، أتمنى أن يغفر الله لي، ادعوا لي بالمغفرة والزوج الصالح والذرية الأخت وعالم اللبنان. ربنا يا رب العالمين يرزقك يا رب توبة صالحة، توبة صادقة ترضي الله عز وجل عنك، ويرزقك بالزوج الصالح والذرية الصالحة. فاطمة الزهراء: لا تنسنا من الدعاء بالثبات وحفظ كتاب الله، أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم وأن يرزقنا جميعا حفظ كتاب الله. الأخت ندى أحمد من المغرب: إن شاء الله تشرفنا هنا بالمغرب، وأتمنى لو استطعت أن تعمل لنا حلقات عن قصص الأنبياء إن شاء الله قريبا، إن شاء الله لما الدنيا تهدى إن شاء الله لازم نروح كل دول العربية ودول المسلمين إن شاء الله، وإن شاء الله قريبا نعرض الفكرة الجميلة ديت على إخواننا الأفاضل القائمين على القناة إن احنا نعمل لكم برنامج قصص الأنبياء. نرجع للأول للدار ونسألهم. الأخ منعم من المغرب: أتمنى حلقة عن الصلاة. حاضر إن شاء الله، إحنا عملنا حلقة عن الخشوع في الصلاة على ما أذكر، هنعمل حلقة عن الصلاة نفسها وحلقة عن صلاة الجماعة، وإحنا عملنا حلقة عن صلاة الفجر وعن قيام الليل الحمد لله. أرجو حلقة عن الشبهات عن الالتزام. حاضر عيني إن شاء الله قريبا إن شاء الله. خديجة من المغرب: أرجو أن تدعو لي ولأبي ولأختي بالشفاء العاجل، ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين، والزوج الصالح ربنا يا رب يرزقكم أزواج الصالحين. أخت رشا لبنانية عايشة في ألمانيا، عندها بنت بقالها 4 سنين، عندها من 4 شهور عندها مرض السكر، ادعي لها بالشفاء اسمها اليسار، أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين. الأخ فهد الزهر من الدار البيضاء: ادعوا لوالدي أو لوالدي أن يجعلهما من حافظة القرآن، أسأل الله عز وجل أن يرزقهما حفظ القرآن يا رب العالمين. الأخت سليمة من المغرب: أرجو أن تدعو لأمي ولي بالشفاء، ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. الأخت آمال من الجزائر: ادعو لي بالذرية الصالحة، ربنا يا رب يرزقك بالذرية الصالحة. عائشة من قطر: ادعو الله أن يفرج هم المسلمين، يا رب فرج هم المسلمين يا رب العالمين في كل أقطار الأرض. الأخت لبنى من المغرب: ادعو لي بالهداية، ربنا يا رب يهديك ويشرح صدرك ويثبتك. عبد الباسط روينا من الجزائر: ادعوا لي بالثبات والهدايه والصلاح، ربنا يا رب يهديك ويثبتك ويصلح قلبك وحالك يا رب العالمين. تماضر من الجزائر او تماضر من الجزائر: ادعوا لي بحسن الخاتمه وادعوا الاخ بالشفاء، وارجو ان تزورنا في الجزائر، ربنا يا رب يرزقكم حسن الخاتمه ويشفيك يا رب العالمين او يشفي اخوك، وان شاء الله قريبا برضه نزور الجزائر ان شاء الله. الاخت طب معانا صالح من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا شيخ محمود، شيخنا الفاضل. الله يبارك في حضرتك يا رب ويعزك. نحن نحبك في الله هنا في الجزائر، وأول مرة أتصل بك ربنا يا شيخ إن شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين، ويبارك في أعماركم جميعا وأهل الجزائر، نحن نحبهم ونجلهم والله. والله يا شيخنا أول مرة أتصل بك، ومكتوب لنا وصل اليوم
والحمد لله وفقني الله أتكلم معك مباشرة. أدعو لنا إن شاء الله بالفرج والثبات إن شاء الله. يا رب يفرج عنكم يا رب العالمين ويثبتكم يا رب العالمين ويعني وينشر الخير والفضل والسعادة يا رب على بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا أستاذ صالح. مين؟ الأستاذ معتز من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام حضرتك يا شيخ محمود. يا أهلا وسهلا حضرتك. والله أنا في منتهى السعادة إني بكلم حضرتك. والله أول مرة في حياتي أتكلم في التلفزيون. ده أنت أدخلت السعادة عليا. الله يحفظك يا فضيلة الشيخ. والله ابتسامة حضرتك كده بتعنا على الدنيا وبتصبرنا وطالعة من القلب وكلها مودة وخلصة كده. ربنا يدي حضرتك الصحة ويبارك لنا فيك وينفعنا بعلمك. الله يبارك. الله يخلي حضرتك. انا بس يعني استحلف حضرتك بالله تدعي لي كده ان ربنا ان شاء الله يفرج كربي ويسهل لي الامور ويعيني ويقدرني كده. يعني انا احسب حضرتك على خير ان شاء الله. اقول لك على حاجه يا معتز تعملها. اتفضل. عايزك كده ربنا يخليك حبيب قلبي. اولا هدعي لك يا رب يفرج كربك وكرب كل مسلم على وجه الارض. قولوا امين. عايزك بعد الفجر لو قدرت تقعد في المسجد كده لحد الشروق. اقعد كتر قوي قوي من الاستغفار والصلاة على النبي. والله العظيم يا أخي العزيز عن مش عايز أقول عن تجربة الله لا يجرب. والله العظيم من أعظم أسباب تفريج الهم والكرب الاستغفار والصلاة على النبي. بتزيح الهم من على القلب وتفرج الكرب بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني احرص عليها يا أخي معتز. الأخ المهدي العلوي من المغرب. أنا أحبك في الله أحبك الذي أحتني فيه وأريدك أن تدعي لي بالنجاح. ربنا ينجحك يا رب العالمين. أخت فاطمة الزهراء ادعي لي بالزوج الصالح. ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح. فاطمة من الجزائر أيضا نفس الدعاء ادعي لي بالزوج الصالح. ربنا يا رب يرزق بنات المسلمين جميعا يا رب بأزواج صالحين. أم ياسمين من ألمانيا ادعوا لي ولزوجي وابنتي بالهداية والصحة. ربنا يرزقك أنت وزوجك وبنتك بالهداية والصحة رب العالمين. أسماء قصبي ادعوا لي بالهداية والزوج الصالح. يعني انا عايز اقول ربنا يا رب يهديك ويرزقك الزوج الصالح. عايز اقول يا جماعه اغلب الطلب ادعي لي بالمغفره بالهدايه زوج صالح ذريه صالحه خزائن ربنا لا تنفد. نحسن الظن بالله وندعي ونقوم في الثلث الاخير ونصلي وندعي. والله بفضل الله ربنا قريب مجيب بفضل الله. ارحم بنا من رحمه الامه الطفله الرضيعه. الاخت فاطمه من ليبيا. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا بشيخنا الفاضل. اهلا بك يا اخت فاطمه وربنا يفرج همكم يا رب العالمين. ممكن توطي التلفزيون. ربنا يحفظك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا اخت فاطمه. يا ريت توطي التلفزيون بس. نسال الله ان يجعلك من اهل الجنه يا رب العالمين. يا رب احنا وانت وجميع المشاهدين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. طبعا انا اول مره اكلمك ويعني نسال الله ان ربي يرزقك عنا الجنه يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا اخت فاطمه. ربنا يعزك. بالله عليك ادعي لي وادعي لي ذريتي وزوجي. ربنا يعزك. ونسال الله انه يرضى عليك يا رب العالمين. امين يا رب امين. وانت ادعوا لنا والله ادعوا لنا. والله انا اللي خلاني اكلمك اني بس احببناك في الله وان يعني احنا نبوك تدعينا ان شاء الله. حاضر والله. ويعني وكمان نصايحك الطيبه ان شاء الله يا رب العالمين. نسال الله ان يبارك فيك يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. والله اخت فاطمه نحن والله وانا صادق في هذا والله نحن نقنط في الصلوات الخمس والله للدعاء لكل آمين. بلاد المسلمين في كل صلاه في هذه الايام والله. امين عندي في مسجد امين. نسال الله ان يرضى عليك يا رب العالمين. عندي في مسجد والله في الخمس صلوات والله نقنط للدعاء للمسلمين كلهم. جزاك الله الجنة. الله امين يا رب العالمين. الله يخليك يا اخت فاطمه. ربنا يحفظك. ادعي لنا ان شاء الله. ادعي لنا ان شاء الله يا رب العالمين. حاضر حاضر والله يا اخت فاطمه. ويا رب ان شاء الله نزوركم في مصر ونشوفوكم ان شاء الله. تنورونا على راسنا من فوق. يا اهلا وسهلا تنورونا. ربنا يعزك يا رب العالمين. الاخت حنان سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك ايه؟ نعم. عايز اسالك بس عايز اسالك على البلاء اللي انا فيه. ربنا يفرج عنك يا رب. بص يا شيخ. ايوه. انا يعني ترى اول ما اتولدت والدتي ماتت. ربنا يرحمها. وبعديه والدي. وبعديها اتجوزت وجوزي توفى. نعم. وجوزي. ايوه. ومعايا بنتين. نعم. والله يا اخت حنان عايز اقول لك حاجه زي خالص. حتى انا هموت واسيبهم. لا ربنا يبارك لك يا رب ويحفظهم لك يا رب. اختي ما تقوليش كده. انا عايز اقول لك حاجه. بصي اخت حنان عايز اقول لك واقول لكل المشاهدين اللي معانا عايز اقول يا جماعه بصدق والله العظيم مش 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 كلام من عندي. ده النبي اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. احيانا يا جماعه
احيانا المقادير او الاشياء التي تدور على الانسان والابتلاءات اللي بتحصل له احيانا قد تبدو قاسيه جدا، ولكن دايما لما نبص زي ما قلنا اي ابتلاء عامل زي العمله اللي ليها وجهين، وجه فيه المحنه ووجه فيه المنحه. وجه اللي فيه المحنه ان مثلا الاب والام والزوج ماتوا، والمنحه ان انا لو احتسبتهم فانا في الجنه، فالجنه ما فيش اعظم ولا اغلى من الجنه. الدنيا زي اصلا الى فناء، كلها الى فناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يعني كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. شاهد في موضوع اختي الفاضله، انت احتسب الام والاب واحتسب الزوج وبناتك اللي معاك دولت، لو كان في قدرة أخت الفاضلة أن أنت ربنا يكرمك بزوج صالح برضو يعينك على تربية البنات اليتامى دولت، ربنا يا رب يكرمك ويسعد قلبك، وخلي عندك دايما أمل في الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلينا من أجل أن يعذبنا، وإنما ليهذبنا ويقربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال كده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اشكريه واحمديه على أي ابتلاء وقولي أكيد أكيد في خير في البلاء ده أنا مش شايفاه، ويمكن ما عرفوش لا في الدنيا ولا أي حاجة، ولكن هعرفه في الآخرة، ويمكن تعرف السر في الدنيا وفي الآخرة، وتشوف قد إيه ربنا يفتح عليك ويكرمك ويسعدك. ربنا يا رب يهون عليك هذا البلاء، وما تقولش كده يعني، خلي نفسك عايشة في جو من السعادة عشان تطفي هذه السعادة على بناتك، وخليهم هم دول مشروع حياتك، ربنا يحفظهم لك يا رب العالمين. أم أحمد السلام عليكم. بركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يعزك. ممكن توطي بس التلفزيون؟ اتفضلي يا محمد. انا من الخصوص. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك. عامل ايه؟ انا كان نفسي اكلم حضرتك بصراحه، ربنا يبارك لك. ربنا يعزك ويسترك يا رب. انا نفسي تدعي لي ربنا يهدي لي عيالي. ربنا يهديهم لك يا رب، ويهدي لي جوزي، اهم حاجه على عياله وعلى بيته وعلى نفسه. يا رب يهدهولك ويحنن قلبه عليك وعلى اولاده ورب العالمين، ويملى بكم بالسعاده يا رب. يا رب يا شيخ، يا رب ادعي لنا والنبي. قولي لا اله الا الله. حاضر عينيا يا ام احمد، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب الاخت ام ياسمين من المانيا، احنا قلناها خلاص. الاخت اسماء قصبي برضه قلناها. فؤاد عبيده من المغرب، ادعوا لي بالثبات وحسن الخاتمه والبركه في زواجي، كنت انت السبب في اختياري الزوجات الصالحه، الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك لك فيها رب العالمين ويحفظكم من كل سوء. شاهد يا جماعه، ام ياسين من مصر، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مشكلتي ان انا جوزي كل ما يتعصب عليا او كده ان بيرمي عليا اليمين. كل ما يتعصب بيرمي اليمين؟ رمى كام يمين لحد دلوقتي؟ ثلاثه بس كده. فالمره الاولى كنت انا حامل، ايوه، وراح هو اتعصب عليا وكده، وراح رمى اليمين، كان جاي من عند اهله وعلى الاخر يعني. قال لك ايه؟ قال لك ايه يا ام ياسمين؟ يعني اللفظ طالق بس. قال لك انت طالق؟ ده طبعا اقوى الفاظ الطلاق، الطلاق الواضح يعني الصريح. والمره الثانيه؟ المره الثانيه كنا ماسكين لبعض السكاكين الساعه 3 الفجر. ما شاء الله. عشان هو كان عايزني كده وانا كان عليا ظروف يعني. رحت انا قلت له لا مش قادره، وكنت لسه ناقله العفش من اهلي كده، وروحت مع اخويا، ولما اخويا حش عني كان هيقتلني. نعم. بس قلت له حرام عليك. ايه الجو الرومانسي ده يا ياسمين؟ مسكين بعض سكاكين. انا بحمد ربنا بجد والله من حضرتك، لان انا سالت في الموضوع كتير والكلام ده. نعم. فتالت مره اتهمني بالسرقه وكده. المره الثانيه قال لك برضه انت طالق؟ لا ما قاليش انت طالق، هو قال لي طالق ودخل نام وقضى ايامه عادي والكلام ده. طب بقول لك يا ام ياسمين، اصل موضوع الطلاق والحاجات دي بقى عشان ايه؟ موضوع كبير شويه، وانا محتاج اسمع حضرتك واسمع زوجك، تمام؟ يعني اتمنى بس خدي النمره من الكنترول، ولو لقيت حتى التليفون متحول ابعت رساله وانا لازم اتصل عليك. حاضر انا، يا حاضر. الموضوع الطلاق ده اصل لازم اسمع كلام الزوج نفسه، هو قال ايه؟ ماشي يا مسلم. الزوج حتى مش عايز ولا يطلق ولا يعمل اي حاجه. لا انا ان شاء الله كلمك ان شاء الله، ووصليني ليه بس على اساس ان انا برضو اسمع هو قال ايه. اصل في موضوع الطلاق يا جماعه مش لازم اسمع كلام الزوج، لازم اسمع كلام الزوج، لان هو اللي بيطلق. هو قال ايه؟ اللفظ اللي قاله، اللي حصل، الظروف، الموضوع يعني ايه، محتاج ايه يعني، محتاج ان احنا نطالع فيه شويه. الاستاذ علي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعز حضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الحمد لله، احمد الله عليك. والله انا بنحبك في الله. حبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك يا استاذ علي. اتفضل، عندك حضرتك سؤال يا استاذ علي؟ هو
والله يا حضرتك دلوقتي يعني معلش بس انا هاخد من وقتك دقيقتين او لا حاول بسرعه عشان مفيش وقت يعني كده حاول بسرعه بس يا استاذ. دلوقتي حضرتك انا دلوقتي والدي عايش ومعايا مرض اب وكده واخوات وعايزين نقسم يعني وكده وهو عايش هل ينفع ما ينفعش؟ موضوع المواريث والحد كلها والاسئله الخاصه بالمواضيع الفقهيه يا استاذ علي ربنا يحفظك. هنا في برنامج فتاوى خاص بالدكتور عبد الله المصلح ربنا يحفظه رب العالمين نتصل بيه ان شاء الله يعني علشان برضو ما نتعداش على حق استاذنا الفاضل الدكتور عبد الله. طيب عايز اقول حاجه يا جماعه عايزين واجب مش عايزين ننسى الواجب بقى كل اسبوع لازم يكون في واجب كده عشان نشتغل مع بعض كده بقى وفي عايزين زي ما قلنا كده كتر الاستغفار والصلاه على النبي. المسلمين الان في بلاد المسلمين يا جماعه بيمروا بظروف صعبه كلكم شايفين والناس بقى تعبت نفسيتها تعبت من كتر ما شايفين. افتح التلفزيون من هنا من صباحيه ربنا لحد بالليل ما بنسمعش غير اخبار قتل واصابات ومش عارفوا ايه وحصل مش عارف ايه والبلد الفلانيه حصل. فيا جماعه الناس زي ما تقول جالها حاله اكتئاب ناس تعبت. عايزين نكتر من الاستغفار نكتر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لعل وعسى ربنا يرفع البلاء عن الامه بكثر استغفارنا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نصلي ركعتين قيام ليل وندعي فيهم ان ربنا يفرج هموم المسلمين في كل بلاد المسلمين. ادعوا بجد بصدق من قلوبكم ربنا يبارك فيكم. عايزين نصوم الخميس والاثنين الجايين وللصائم دعوه مستجابه عند الافطار واحنا كده وقت ما بنيجي نفطر كده ان شاء الله كل المسلمين في وقت واحد كده يا رب فرج هموم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا رب ارزقنا الامن والامان في بلاد المسلمين يا رب امننا في اوطاننا. ادعوا كده ربنا يفرج هم المسلمين. الاخت اسراء من السعوديه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. يا ريت نوطي التلفزيون يا جماعه قبل حد ان شاء الله يا شيخ. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام اهلا وسهلا بحضرتك. والله يا شيخ يعني سعيده جدا ربنا يسعد قلبك دنيا واخره يا رب. الله يوفقك يا رب. امين يا رب. يعني كلماتك طيبه ما شاء الله ويعني قطعك ما شاء الله طيب. الله يكرمك يا شيخ. في عندي يعني بس لو تعطيني رقمك خاصه عشان. طيب حاضر خديه من كنترول يا اختي اسراء. انا حاضر ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ولو لقيت الرقم بس متحول ابعت رساله. الاخت ساره من مصر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا شيخ محمود. اهلا بحضرتك. انا بعزك قوي على فكره. ربنا يعزك ويسترك. ربنا يخليك. الله يخليك. على فكره انا كنت عايزه بس اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي يعني. انا كنت عايزه اولا يعني رقم تليفون حضرتك تاخديني كنترول. حاضر. هسالك بس عن حاجه مهمه بجد. انا عايزه التليفون ده باي طريقه. حاضر. بس حاجه ثانيه عايزه حضرتك تدعي لي بالزوج الصالح يعني. ربنا يا رب يرزقك يا رب يرزق كل بنات المسلمين بالازواج الصالحين يا رب. انا نفسي بجد اتثبت في الصلاه يا ريت. في الصلاه. على طيب ايه اللي مانعك يا اخت ساره؟ عايزين طب يبقى وعد الان على الهوا كده حاجه كده توبه فريش كده زي ما بيقولوا يعني. يعني نتوعد من الان ان شاء الله اختصارا من دلوقتي بعد الحلقه ما تخلص مباشره تقوم تصلي المغرب والعشاء دلوقتي ونتوعد ان شاء الله نظبط المنبه ونقوم نصلي الفجر وبعد الفجر كده تذكر ربنا سبحانه وتعالى ووقت كل صلاه اول ما نسمع الله اكبر الله اكبر من كل حاجه نسيب الطبيخ والاكل والشرب والدنيا ونقوم نصلي. ربنا يكرمك يا رب العالمين. عايز اقول حاجه يا جماعه بس قبل ما الوقت يجري. الاخوه والاخوات اللي بيتابعوا دروسي في المساجد الان عندي ان شاء الله في ثلاث دروس يوم الخميس اللي جاي بعد بكره مباشره يوم الخميس اللي جاي في مؤتمر علمي في مدينه الاسكندريه الحبيبه والقريبه الى القلب. درس في مسجد القائد ابراهيم. مسجد القائد ابراهيم في الاسكندريه محطه الرمل. خدوا بالكم وركزوا الدرس بعد العصر. الدرس بعد صلاة العصر في الإسكندرية محطة الرمل مسجد القائد إبراهيم. الدرس الثاني يوم السبت في مسجد بنت الصديق في مدينة الشيخ زايد اللي هي قبل أكتوبر في الحي 11 هيكون الدرس بعد العشاء. مسجد بنت الصديق الشيخ زايد الحي 11 بعد العشاء. يوم الأحد في مسجد الخليل إبراهيم في حدائق المعادي محطة حدائق المعادي بتاعت المترو مسجد الخليل إبراهيم محطة حدائق المعادي هيكون الدرس بعد العشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. نتمنى إن شاء الله نشوفكم على خير وربنا يجمعنا وإياكم على خير والحمد لله أن فرجت عنا الهموم. بقالي سنين طويلة ما بنزلش المساجد ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير. ودايما بقول روح المسجد روح المسجد لا تعوض. عايزين نتوعد من الآن بالله. طيب معانا تليفون. سلام الأستاذ محمود من إيطاليا. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا.
الله يبارك لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت والشيوخ الطيبين. ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. الله يخليك. انا بس عاوز اسألك سؤالين بسرعة بسرعة كده لو سمحت. عيني اتفضل. الاول انا بستغفر ربنا كتير يعني الحمد لله وبصلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. بس بقول حاجة في الطريقة يعني بقول بطريقة معينة بقول استغفر الله العظيم مثلا من كل ذنب عظيم بعدد من قالها من قبل ومن بعد الى يوم الدين. احنا يعني مش محتاجين يعني احنا يعني ايه كلام يعني عارف بكل بساطة استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ببساطة كده. ربنا يبارك فيك. السؤال الثاني السؤال الثاني بعد اذن حضرتك فضل. انا مثلا متفق مع واحد صاحبي نقرا قران نعم بس هو بيقول لي انت ممكن واحد مغربي مثلا بيقول لي انت ممكن تقرا في البيت نعم. الجزء الاولاني وانا اقرا الجزء الثاني ايوه فبيتحسب لي انا كني قرات الجزئين فهل ده صحيح؟ لا لان صح اللي انا اعرفه ان احنا بنقرا مع بعض بتتحسب مثلا الجزئين مع بعض واحنا بنقرا مع بعض لو قاعدين مع بعض هفترض ان انت هتقرا جزء وهو يقرا جزء فوانت بتقرا هو بيردد معاك ولو بصوت واطي وهو لما يقرا انت بتردد معاه بصوت واطي فيتحسب لك ويتحسب له الجزئين بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود ويحفظك من كل سوء. اخواني وحبايبي نتوعد من الان بقى بجد عايزين ندخل السعاده على الاخرين. تعالوا نشوف شوف اللي يدخل سعاده على انسان شوف قد ايه ربنا هيكرمه ويدخل عليه السعاده في الدنيا والاخره. انتوا بتدخلوا على قلب السعادة بلقاء بيكم يوم الثلاث كل يوم ثلاث والله بشعر بان قلبي مليان غرقان سعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا لكم على خير. نتوعد ان احنا نحاول ندخل سعادة الاخرين ننظف قلوبنا بقى من الحقد ومن الحسد ومن الغيبة والنميمة والضغينة والدنيا مش مستهلة اللي الناس بتعمله او اللي بعض الناس بتعمله مع بعض. الدنيا اسهل وابسط من كده وسمحوني ولا تسوي حاجة بجوار جنة الرحمن اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقت معاكم بيجي بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت.